وسهلا بكم مشاهدينا متابعين قناة السومرية العراقية الفضائية بأولى حلقات برنامج بيوتك، برنامج يهتم بصحتكم، غذائكم وكل ما هو مفيد لجسم الإنسان. وياي أنا دكتورة فرح الخياط، خليكم ويانا. لقاح كوفيد 19 من أكثر المواضيع اللي صار عليها لغط بالوقت الحالي. هواي ناس لحد الآن متخوفة أنه تأخذ هذا اللقاح لكثرة التساؤلات وكثرة الإشاعات اللي صارت كونه لقاح جديد ضد مرض جديد. تفاصيل أكثر ومعلومات أكثر خليكم ويانا. التطعيم بلقاح فيروس كورونا يعتمد على بحوث علمية رصينة ومناشة عالمية، ويعتمد في أساس عمله على تحوير الطبقة الدهنية والأشواك التي تسبب العدوى الفيروسية للإنسان، ولا علاقة لهذا اللقاح بالصفات الوراثية أو الدي ان اي مع جسم الإنسان أو تضعيف مناعته أو العمل على تضعيف جهاز المناعة أو القدرة الجنسية وما شابه ذلك من الإشاعات المغرضة التي تفتقر إلى الدليل العلمي. ويعطي اللقاح مناعة بنسبة 80 إلى 95% حسب نوع اللقاح. وعلى هذا الأساس فإن لقاح كوفيد 19 لا يسبب العقم، ثانيا لا يسبب أي خلل في وظائف الدماغ أو مضاعفات أخرى لا سمح الله مثل التجلطات مثل الخثرة الدموية وما شابه ذلك. أيضا هناك دعايات وإشاعات تفتقر إلى العلمية والدليل العلمي على أن لقاح فيروس كورونا يسبب الوفاة بعد سنتين. لا يوجد مثل هذا الاحتمال إطلاقا. الدراسات العلمية أثبتت عدم وجود هذه الفرضية، وبناء على ما ذكرناه فإن اللقاح سيعطي المناعة للمريض، وبذلك إن حدثت الإصابة فستكون إصابة خفيفة تعالج منزليا، ويتم إبعاد شبح الخطر على الحياة أو الدخول إلى المستشفى إطلاقا. كابتن، اليوم أني جاية للجيم أريد أشد جسمي. كابتن، ما أريد أني أشيل هذا الوزن، أخاف لا أعضل، يمكن ما يعدي علي يوم واحد بالجيم إذا ما تجيني متدربة وتسألني بخصوص هذا الموضوع. الخوف من فكرة التعضيل عند البنات برفع الأوزان يمنع كل شهواية بنات أن يحققون هدفهم ويوصلون الجسم أحلامهم. هسه خلينا نعرف شنو الفرق بين الجسم المشدود والمقسم اللي كل البنات يجون للجيم يدورون عليه، والفرق بين الجسم المعضل أو الجسم الضخم اللي كل البنات يتخوفون من عنده. نشوف كل شهواية بنات يلتجؤون إلى تمارين الكارديو أو تمارين الحرق ويبتعدون عن رفع الأوزان ورفع الأثقال، حتى دائماً يبقون بالسيف سايد أو الجانب الأمين من الموضوع لأن يخافون من فكرة الضخامة. قدرتي تخسرين من وزنك وقدرتي تنزلين نسبة الدهون اللي بجسمك عن طريق الكارديو، بس الكارديو راح يتركك بجسم خلينا نقول فلات أو جسم ضعيف بدون ديفينيشنز أو بدون التقسيمات اللي ندور عليها. زين لعد، شنو اللي راح ينطيني مظهر الجسم المشدود والمقسم اللي كل البنات يدورون عليه؟ الجواب هو تمارين المقاومة وتمارين رفع الأوزان. وهذا يرجع للسؤال المهم وزبدة الموضوع، كابتن شلون أنا أقدر أبني كتلة عضلية بدون ما أعضل وأصير مثل جسم الولد؟ هذا الموضوع بالنسبة للبنات موضوع كلش صعب ومو بهالسهولة يصير، وهذا كله يرجع للاختلافات الموجودة بين جسم المرأة وجسم الرجل من ناحية الهرمونات وحتى من ناحية التركيب العضلي. من أهم هاي الأسباب هو النسبة العالية لهرمون التستوستيرون الموجود عند الذكور وما موجود بهيج نسبة عند النساء. الموضوع الثاني هو توزيع الكتلة العضلية أو حجم الكتلة العضلية الموجود بجسم الرجال حتى قبل ما يبلش تمرين وما موجود عند النساء. هذا بالضبط بأشبه اثنين جاي يتمرنون، بنية وولد. الولد راكب سيارة سباق كلش سريعة، والبنية دا تحاول تلحقه ركض على الأقدام. اللي أريد أقوله من هذا كله، لا تخافون من تمارين المقاومة، لا تخافون من تمارين الأوزان.
استثمرني، شيلي وزن، ومن أقول وزن ما أقصد كيلو كيلوين، شيلوا أوزان ورح توصلون النتيجة اللي تريدوها. اليوم رح أحكي لكم عن نظام غذائي جداً قديم، ولكن البعض منكم يمكن أول مرة يسمع مي، هو نظام الماكروبيوتيك. ماكروبيوتيك فلسفة يونانية، ماكرو تعني كبير، بيوتيك تعني حياة، بالفلسفة الحياة الطويلة، كون باعتقادهم نظام يوفر لك حياة صحية بعيدة عن الأمراض. نظام الماكروبيوتيك مو فقط حمية، ولكنه أسلوب حياة يتبع لاعتقادهم بأنه ممكن يوفر لهم حياة صحية بعيدة عن الأمراض. بعض الدراسات أثبتت فعاليتها بمحاربة بعض الأمراض مثل السرطانات، ولكن دراسات أخرى أثبتت بأنه نظام غير صحي ولا يجوز اتباعه مدى الحياة، كونه يفتقر إلى الكثير من العناصر الغذائية المهمة المفيدة لجسم الإنسان مثل المنتجات الحيوانية ومنتجات الألبان. حتى باقي الأنظمة الغذائية النباتية التي تعتمد على الفواكه والخضار أفضل منا بكثير كونها بدون تخصيص. على سبيل المثال، الأغذية اللي يتضمنها هذا النظام تفتقر لاحتوائها على الفيتامين B12 اللي نقصه ممكن يسبب مشاكل كثيرة مثل الأنيميا وغيرها. فوق كل هذا فهو نظام معقد وقاسي جداً جداً صعب الالتزام به وتطبيق تفاصيله، لذلك إحنا ما ننصح باتباع هذا النظام الغذائي إلا باستشارة الطبيب. اليوم فقرة نهاية رح نعلمكم بعض طرق وأساليب الدفاع عن النفس مع أحد الأكاديميات الخاصة بالفنون القتالية. شوف وتعلم. هذا وضعنا وبهذا وقتنا، صار على كل بنية لازم تتعلم على الأقل أساسيات الدفاع عن النفس، لأنه فرق من أنت تفوتين بشارع وتعرفين تدافعين على نفسك عن أنه أنت تفوتين بنفس الشارع وأنت ما تعرفين ولا أي حركة حتى تدافعين بها على نفسك. فمجرد الثقة اللي تنطيتش إياها بنفسك حتى أنت تمشين بالشارع، هاي كلش كافي حتى أنت تتعلمين تدافعين عن نفسك. من الضروري كل بنت لازم تتعلم على الأقل كم حركة واحدة أو اثنين حتى تعرف تدافع بها عن نفسها بالشارع. طبعا اكيد انه من الضروري نتعلم شلون ندافع عن نفسنا. احنا اذا نلاحظ النباتات عندها خطط دفاعية، سلم تطور الحيوانات تعرف شلون تدافع عن نفسها، احنا كبشر لازم نعرف شلون ندافع عن نفسنا، لانه كل واحد بينا معرض انه يكون موقف حرج. صراحه حسب عملنا هاي الفتره، خصوصا هاي الثلاث سنوات الفاتت، الناس صاروا يتقبلون انه بنيت مره في القتاليه او ابنهم الصغير تمر في القتاليه، اطفالهم قاموا يجيبون اخوانهم، لانه بداوا يوعون يعرفون المعنى الحقيقي في القتاليه، المعنى الحقيقي من ناحيه انه ناحية جسدية، انه انت جسمك راح يصير قوي، راح تكون صحي. انا برايي انه كل البنات او كل الشباب لازم يتعلمون في شيء يدافعون عن نفسهم، وخاصة اذا يبدون من عمر صغير، يعني من الطفل او الطفلة من يبدون يوعون على الدنيا، يعني من شوية يعني يفتح عقلهم، لازم يتعلمون على الاقل اساس الدفاع عن النفس. اليوم رح نحكي وياكم بموضوع مهم جدا. اي نعم، مهم جدا لدرجة هواي نساء بالعراق وحتى بالعالم كله يعانون من عنده، متلازمة تكيس المبايض او البوليسيستيك اوفيريان سيندروم. رح نناقش اعراضها واهم اسبابها وطرق علاجها ويا الدكتورة ايرم صباح الخفاجي، خليكم ويانا. متلازمة تكيس المبايض متلازمة جدا شائعة بين البنات واغلب النساء. راح نناقش اعراضها واهم اسبابها ويا الدكتورة ايرم صباح. اهلا وسهلا دكتورة. اهلا وسهلا بكم. بداية دكتورة، ممكن نعرف من حضرتك شنو هي متلازمة تكيس المبايض وشنو اسبابها؟ تكيس المبايض هو مرض شائع جدا مثل ما قلتي، خصوصا بالفترة الاخيرة هذه، لانه اتوقع انه الاسباب سبب تغير نمط الحياة. حياتنا هسه مو مثل حياتنا قبل،
صحيح انه التشخيص صار احسن وممكن المرأة اللي قبل ما كانت تشخص تكيس المبايض هسه الموضوع صار اسهل انه تشخص به، لكن ايضا تغير نمط الحياة الى اثر وسبب بانتشار هالمرض هذا. طبعا هو متلازمة لان هو عبارة عن مجموعة من الاعراض وتغير بالهرمونات وبالإضافة إلى تأخر الحمل، خربطة بالدورة الشهرية، ظهور الشعر بأماكن غير متوقعة عند المرأة، بالإضافة إلى أنه المرأة ممكن أنه تعاني من الضغط والسكر بعدين من تكبر. الأسباب مالتها غير معروفة طبعاً، يعني ممكن تكون العامل الوراثي أو الجيني إلى تأثير، والعامل البيئي أيضاً إلى تأثير، فكليتها مجتمعة ممكن تؤدي إلى المتلازمة هذه. طيب دكتورة، ممكن تحكي لنا عن سبب انتشار هذه المتلازمة بشكل واسع بين البنات وبشكل عام بين النساء؟ كل الأشياء اللي ذكرتيها إلها دور بمتلازمة التكيس، العوامل الجينية، العوامل الوراثية، والعوامل البيئية. يعني متجيني المرأة وأنا أشخصها أنه عندها تكيس المبايض، أهم شيء أقول لها أنه لا تخلين المرض يسيطر عليك، هو راح يظل موجود وياك، هو ما نقول شفاء، ما راح تخلصين من عنده، لأنه هو الإنسان اللي عندها تكيس هي إنسانة طبيعية، يعني ما نقدر نسميه مرض، متلازمة هو الاسم المثالي له، لكن أنه نقول لها لا تخلين هالشيء هذا يسيطر عليك، حاولي أنه أنت تغيرين بنمط حياتك. يعني إذا عندها سمنة لازم تحاول تنزل وزنها. طبعا تعرفين هسه احنا كليتها فاست فود، كليتها موبايل وانترنت وقاعدين، هذا نمط الحياة جدا خطأ وكل شيء يأثر على اللي عندها متلازمة التكيس. طيب دكتورة، عندك فد نصيحة ممكن تقدميها للنساء بشكل عام وبالأخص المصابات بهذه المتلازمة؟ طبعاً أنا أنصح كل النساء وخصوصاً النساء بلدنا، نساء الشرق الأوسط بصورة عامة، أنه الحفاظ على الصحة، الحفاظ على رشاقتك، نمط حياتك أنه يكون صحي، هذا شيء يعود بالفائدة إلك أولاً، وأتمنى الصحة، دوام الصحة للجميع إن شاء الله. نشوف هواية ناس يمنعون بناتهم من تربية القطط باعتبارها تسبب عقم وحتى إجهاض، هل يا ترى هذا الشيء صحيح أو القطط بالحقيقة بريئة من كل هذه الاتهامات؟ توكسوبلازموسيس أو بما يعرف بمرض القطط، يسبب هذا المرض طفيلي اسمه توكسوبلازما جوندياي. بالأغلب هذا الطفيلي دورة حياته ما تبلش بالقطة نفسها وإنما بالفئران. الفأر الحامل لهذا الطفيلي راح يروح ينقل هذا المرض إلى مكان آخر. خلني نقول إنه هذا الفأر راح بحديقة معينة تبرز بيها، عن طريق الخروج مالته راح ينتشر الطفيلي بهذا المكان، بالتالي الفواكه والخضار الناشئة بهذا المكان كلها حاملة لهذا المرض. مثال ثاني، الأبقار والخرافة اللي راح تتغذى على الخضروات الموجودة بهذه الحديقة نفسها أيضا راح تكون حاملة لهذا الطفيلي، بما معنى أنه إحنا إذا تغذينا على الخضروات والفواكه من هذه الحديقة بدون ما نغسلها بطريقة جيدة راح تنتقل إلنا. وين القطط من كل هذا الموضوع؟ القطط ممكن تكون شغلتين، الشغلة الأولى ممكن تكون definitive host اللي هي ناقل أساسي، بالأغلب هي راح تكون intermediate host بما معنى أنه هي ناقل وسطي لهذا الطفيلي، بما معنى إذا القطة أكلت هذا الفأر راح تصاب بهذا المرض عن طريق أكلها للفأر المصاب. بعد ما أكلت القطة هذا الفأر المصاب راح يتكاثر الطفيلي بداخلها وراح تكون ناقلة لهذا الطفيلي عن طريق الخروج أو البراز مالتها. تشوفون سهولة انتشار هذا الطفيلي وشلون ان القطط هي مسبب جدا صغير من هذه المسببات كلها؟ زين، هذا يعني انه احنا كنا ممكن نكون عرضة للإصابة بهذا المرض. اي صحيح، الدراسات المختبرية للدم بفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة اثبتت انه 30 الى 40% من السكان الاغلب هم مصابين بهذا المرض. لعد شنو علاقة هذا كله بالإجهاض او العقم؟ اذا كانت المرأة او البنت مصابة بهذا المرض قبل فترة الحمل فلا خوف على الطفل ولا خوف على المرأة الحامل، ولكن الخوف يكون فقط إذا انصابت المرأة بهذا المرض بأول 3 أشهر وكانت أول إصابة لها خلال فترة الحمل. ولكن بتطور العلم وكثرة التحليلات المختبرية اللي تقوم بها الحامل أثناء
بداية فترة حملها ممكن بكل سهولة تكتشف إصابتها بهذا المرض وتعالجه وما يكون أكو خطر لا عليها ولا على الجنين. لذلك فالقطط هي بريئة من هذه الاتهامات كلها، وبالواقع هي كائنات جدا لطيفة وتستحق الحب. Irritable Bowel Syndrome أو متلازمة القولون العصبي، موضوع كلش 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 شائع بين الناس. ليش نسميها متلازمة؟ لأن هي مجموعة أعراض رح تصيب هذا الشخص. خلونا نحكي عن أعراض هذه المتلازمة. الأعراض الأول هو الأبدومينال بين أو الألم اللي يصير بالبطن، واللي تختلف شدته من شخص إلى آخر. ممكن يكون generalized أو متوزع على كامل البطن، ممكن يكون localized بما معنى أنه هو حيكون متوزع بمنطقة معينة بالبطن. الأعراض الثاني واللي يعتبر من أكثر الأعراض إزعاجاً هو الانتفاخ والغازات اللي تصير بالبطن، وتختلف أيضاً من شخص إلى آخر. الأعراض الثالث اللي يصير هو الاختلاف بحركة الأمعاء من شخص إلى آخر. بعض الناس رح يصير عندهم constipation اللي هو الإمساك، بعض الناس رح تعاني من الدايريا اللي هي الإسهال. طبعا هذا كله راح يكون مصاحب تقلبات مزاجية نتيجة هذه الأعراض. خلونا نحكي هسه عن الأسباب اللي ممكن تؤدي لهذه المتلازمة. السبب الأول بكل بساطة ممكن يكون وراثي. يعني شنو؟ أحد من أفراد عائلتك مصاب بهذه المتلازمة، بكل بساطة ممكن أنت تكون أيضا مصاب بها. السبب الثاني واللي هو كل الشائع اللي سبب هذه المتلازمة هو السترس أو الاضطرابات النفسية. نشوف دائما أنه الناس اللي تكون معرضة للتوتر وتكون تعاني من اضطرابات نفسية، الناس اللي تعصب هواية دائما يكون عندهم هذه المتلازمة. سبب آخر ممكن يكون أكو أكلات معينة يتحسس منها هذا الشخص، بالتالي تؤدي إلى تهيج القولون وتصير عنده هذه الأعراض، مثل السبايسي فود أو الأكلات المبهرة والحارة، ومثل باقي أنواع البقوليات. هسه رح نحكي عن طريقة الدايجنوسيس أو طريقة تشخيص هذه المتلازمة. بكل بساطة التشخيص رح يتم عن طريق الأعراض اللي رح تقولها للدكتور مالتك. ليش؟ لأن هذه المتلازمة ما تسبب لنا أي structural change أو أي تغيير هيكلي بالعضو نفسه، وإنما هي مجموعة أعراض تظهر على الشخص عن طريقها رح يتم التشخيص. شنو علاج هذه المتلازمة؟ ماكو فد علاج معين ينطي حتى نتخلص تماما من هذه المتلازمة، وإنما هي ممكن مجموعة أدوية أو مجموعة أمور يقوم بها المريض بس حتى يخفف من أعراض هذه المتلازمة. لذلك انتبهوا على صحتكم النفسية، نظامكم الغذائي، وأكيد لا تنسون التمرين اللي له تأثير جدا إيجابي على هذا الموضوع. يوم من نحس بتعب رح ندور على شيء صحصحنا، قهوة، شاي ومشروبات الطاقة المختلفة، كلها تحتوي على الكافيين بس بنسب متفاوتة. اللي رح يسوي الكافيين انه هو رح يسوي بلوكينج لهذا الكيميكال بودي بالجسم، بما معنى رح يمنع عمله بصورة طبيعية. والتفاصيل اكثر اليوم رح يكون ويانا الكابتن رامي غيث من تركيا، مدرب رياضي وخبير تغذية. كابتن رامي، ممكن تحكي لنا عن الكافيين، كثرة استخدامه وحتى إدمانه؟ أهلاً وسهلاً بيك دكتورة فرح وكل مشاهدين ومتابعين قناة السومرية الفضائية. وياكم أخوكم المدرب رامي غيث. اليوم راح نحكي عن مشروبات الطاقة، نشوف إقبال كلش كبير بالفترة الأخيرة على مشروبات الطاقة اللي تشبه المشروبات الغازية اللي صارت تباع بالمحلات بصورة طبيعية جداً. راح نعرف المكون الأساسي بالبداية للمشروبات الطاقة، وراح نعرف البدائل، وراح نعرف الأضرار، وكل هالأمور إن شاء الله راح أغطيها بهذا الموضوع. بالبداية خلينا نعرف المكون الأساسي لمشروبات الطاقة البري ورك أوت اللي يستخدموه لاعبين كمال أجسام، أو مشروبات الطاقة مثل المشروبات الغازية اللي صارت تباع بالمحلات. المكون الأساسي هو الكافيين. دامك عرفت المكون الأساسي هو الكافيين يعني عرفت البديل. تقدر تشرب قهوة وتحصل على الكافيين، أو تقدر تستخدم مكملات الكافيين اللي تجي على شكل كبسول أو حبوب اللي صارت تباع بالصيدليات، وتبدي بجرعة 1.5 ملغرام جيد جدا لكل كيلوغرام من وزن الجسم، وترفعها بالتدريج لأن الجسم راح يتكيف مرور الوقت على الكافيين. فلذلك دائما ننصح الناس حتى يستخدمون البري وركات لاعبين كمال أجسام نقول له استخدمه فترة وتركه. ليش؟ لأن الجسم راح يتكيف على الكافيين. وعرفنا البديل، نقدر ناخذه عن طريق الكبسول او الحبوب اللي واعبه الصيدليات، او عن طريق القهوه. لان يقول لك بعض الناس انا حتى قهوه ما احب اشرب، ما احب اشتري المكملات واشرب هاي المكملات. البديل هو المكمل اللي يباع بالصيدليه. ما تحب المكملات،
اشرب قهوة وراح تحصل على الكافيين، وارفع النسبة مثل ما قلنا بالتدريج. واحدة من الدراسات الحديثة سنة 2020 صارت على اقل جرعة من الكافيين 1.5 من الغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، شافوا انه تأثير الكافيين زاد من عدد التكرارات بالتمرين بنسبة 11%، وهذا رقم جيد جدا. تشوف بعض الناس من يصحى الصبح يقول لك انا ما اقدر ابدي يومي واصحصح الا اشرب قهوة، كلام صحيح 100% لان تحتوي على الكافيين. انت من تتناول الكافيين، الكافيين يتحد مع مستقبلات عندنا بالدماغ تسمى مستقبلات الادينوسين. الادينوسين اذا اتحد مع مستقبلاته راح يعطينا احساس بالتعب والخمول. الكافيين مشابه بتركيبه الادينوسين، فيقترن مع مستقبلات الادينوسين، الادينوسين ما راح يلقى مستقبلات يتحد معها، فيتحد الكافيين قلنا مع مستقبلات الادينوسين. وجود الكافيين راح يرفع عندنا من الناقل العصبي اسمه الدوبامين، هذا يعطيك الاحساس بالنشاط ويزيد عندك التركيز. ففعلا الكافيين واحد يعتبر من افضل المكملات بالعالم لزياده القوه والتركيز والنشاط. بس اكيد ما ننسى شغله مهمه جدا، زياده الكافيين ايضا تاثر على الجهاز العصبي، استنفاذ الفيتامينات مثل البي 1، الكالسيوم، البوتاسيوم، ياثر ايضا على جوده النوم. لذلك دائما ننصح مشروبات الطاقه البري ورك اوت او القهوه لازم تبعدوه عن وقت النوم على الاقل فد 5 أو 6 ساعات. ايضا واحدة من الدراسات شافت انه يبقى تاثير الكافيين حتى اكثر من 5 ساعات، لذلك دائما ننصح بها ان الناس تتناولها بالنهار فقط، بالليل لا تاخذون لا مشروبات طاقه ولا تشربون القهوه او مكملات الكافيين. بعض المشروبات مال الطاقه للاسف هاي اللي تباع بالاسواق، شوف حتى راسمي لك عليها جمجمه ونار وهاي الاشياء وكاتبي لك تحذير، هاي تكون عاليه جدا بالكافيين والسكر. مثل ما ذكرت لكم بالبداية، الجسم راح يتكيف بمرور الوقت على الكافيين، فما راح تشوف نتيجة من الكافيين. بس شو راح تحصل على الطاقة من هاي المشروبات؟ عن طريق السكر المضاف، تكون عالية جدا بالسكر، فهذا السكر راح يكون بمجرى الدم وراح يعطيك طاقة أثناء التمرين، وهذه أيضا سعرات تعتبر عالية جدا. فلذلك دائما ما ننصح بهاي المشروبات الطاقة، ننصحكم بالبري ورك أوت أفضل يكون، أو تستخدموا مكملات مال الكافيين تباع بالصيدليات أو تشربون القهوة. تحياتي لكم. كابتن رامي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المعلومات القيمة. مشاهدينا الكرام، نتمنى تكونوا استفادتوا، خليكم ويانا. اليوم رح نحكي عن مفاهيم غذائية خاطئة لازم نصلحها. كافي نسمع حكي من آبائنا وأمهاتنا ويتناقل ويانا عبر الأجيال بدون ما نتقبل فكرة تصحيح هذه المعتقدات. هذا أكل يضعف وهذا أكل يسمن. شرب الليمون والجريب فروت والخل وحتى الشاي الأخضر على معدة فارغة رح يحرق الشحوم. التمن والخبز والمعجنات هي المسؤول الأول عن السمنة. لازم نعرف أن هذه المعتقدات جداً خاطئة وما لها أي أساس علمي. ماكو أكل يسمن وماكو أكل يضعف، الموضوع كله عبارة عن سعرات حرارية، سعرات داخل جسمنا وسعرات طالعة من جسمنا. إذا أنا أكل خلال اليوم أكثر من احتياجي من السعرات رح أسمن، وإذا أكلت أقل من احتياجي من السعرات رح أضعف. لازم نعرف أنه أي شيء داخل جسمنا عدا المي من المشروبات والمأكولات يحتوي على سعرات حرارية، فاللي يقال عنه من الليمون والجريب فروت وحتى اللهانة أنه هي تساعد على حرق الشحوم، بالحقيقة هي تحتوي على سعرات حرارية حالها حال باقي الأكلات. نفس الوقت الخبز والصمون والمعجنات هي غير مسؤولة عن السمنة، بالعكس الكمية هذه الخبز وهذه الصمون الداخلة لجسمنا هي اللي تحدد إذا راح تسبب لنا سمنة أو لا. بما يعني أنه أي شيء داخل جسمنا بغض النظر عن المصدر سواء كان بروتينات، كربوهيدرات وحتى دهون، إذا كان أكثر من احتياجنا رح يسبب لنا السمنة ويتحول إلى دهون. والدليل على هذا كله أكو نوع من أنواع الدايت اسمه If It Fits Your Macros. هذا النظام يتبعون الناس اللي ما يحبون يكون أكو بنظامهم نوع من الريستريكشنز أو نوع من الحرمان. هذا الدايت قائم على حساب الكالوريز أو السعرات الحرارية والماكرونوترينز أو القيم الغذائية، بمعنى أنه هذا الشخص رح يأخذ احتياجه من السعرات الحرارية والقيم الغذائية اللي يحتاجها واللي تتناسب مع هدفه بغض النظر عن مصدرها، إذا كان جانك فود مثل بيتزا وغيرها أو إذا كان خضروات وفواكه أو أكل صحي. المعتقد الثاني الخاطئ واللي هواية نسمعه خلال حياتنا اليومية هو أنه أي شخص يريد يضعف لازم يبطل أكل بعد الساعة 6 أو 8 مساء. هواي نشوف ناس من تحاول تضعف تقول أني قطعت وجبة العشاء. بالحقيقة هذا المعتقد جدا خاطئ، الجسم ما رح يعرف إذا هذا كان ليل أو هذا كان صبح، إذا أنا أكلت الساعة 4 العصر، إذا أكلت الساعة 9 بالليل أو حتى 10 بالليل.
إذن الموضوع بسيط جدا وما يحتاج لكل هاي التعقيدات. خلونا نمشي وراء العلم ونبطل هاي الخرافات. نتمنى تكونوا استفاديتوا من المواضيع اللي طرحناها. انتظرونا بحلقة جديدة، مواضيع جديدة تهم صحتكم. وياي أنا دكتورة فرح الخياط، مع السلامة.